اقول اهلا بيكم، تعالوا نروح على وزارة التعليم العالي ونشوف ايه اللي بيجرى في وزارة التعليم العالي، او بالادق في الملفات المتعلقة بهذه الوزارة شديدة الأهمية، اللي هي عمليا خد بالك التعليم العالي او الجامعة بشكل اكثر وضوحا. الجامعة هي البداية الحقيقية دايما للبحث العلمي، من اول ما انت بتخش الجامعة في سنة اولى عمليا انت اصبحت طالب علم، مش مجرد تلميذ عادي، وطالب العلم يعني باحث، خد بالك. طيب احنا عايزين ولادنا يبقوا عارفين هم رايحين فين، عارفين هم رايحين فين. لازم تبقى انت كطالب وانت كولي امر او ولية امر نبقى فاهمين المسألة دي. القصة مش في ان ابني يخش الجامعة وخلاص، او لو انا الطالب انا عايز اخش الكلية وبس، اخش الجامعة واتخرج واخد الشهادة. لا، لمصلحتك اولا تبقى عارف انت عايز ايه. انا من انصار لازم تبقى عارف ايه بالكتير على اولى ثانوي، يعني ما ينفعش تبقى عندك حالة تخبط وانت داخل تانية وتالتة خالص، عشان تبقى عارف انت هتركز في ايه وهتهتم بايه. والمذاكرة الصح بتاعتك مش بس انك انت بتذاكر المنهج والمقررات، لازم يبقى في عندك معرفة بالعلوم اللي انت محتاجها اللازمة لحلمك الكبير. عايز ابقى طبيب بشري، وانا احب قوي اللي يقول لي ايه، انا عاوز اتخصص مثلا مخ واعصاب، او عايز اتخصص في جراحات القلب، او عايز اتخصص. اللي بيقول لي كده ده ببقى مبسوط منه قوي، وانصحه دايما طالما المسألة كده وانت عارف انت عايز ايه. او اللي يجي يقول لي انا هبقى مهندس في التخصص او الفرع الفلاني، او هبقى محاسب مش عارف في كذا، او عايز اخش بيزنس عشان مش او عايز اخش معهد السينما علشان كذا، الخ 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 علشان كذا. عندك هدف وتبقى رايح له كده، عندك هدف تأكد انك هتوصل، بس امشي في المظبوط. هتراجع وتذاكر المقررات بتاعتك مش كفاية، عشان تبقى منور في يوم من الايام خلي عندك معرفة بما يحيط بهذا التخصص. واحدة واحدة على ما تخش الكلية انت خلاص على العتبة، على ثريشهولد زي ما بيتقال كده عند الجامعة الانجليز، امشي في الطريق. الوزارة بقى بتحاول تساعدك، فبتعمل ايه؟ عملوا فيديو لطيف جدا توعوي في اطار حملة توعية الطلاب بتوع الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الالكتروني، وبتوضح ازاي، عشان انت كمان لما تيجي تتعلم احنا مش عايزك تبقى متضرر، يعني مش عايزك تبقى محدوف في حتة بعيدة، وان كان يعني عشان تبقى عارف طالب العلم يطلبه ولو في الصين، بره في اوروبا وفي امريكا وفي الكلام ده العيال بتروح تقدم في جامعات في ولايات يركبوا لها طيارة بالاربع ساعات، يعني عشان يتنقل من ولايته ويروح ولاية تانية طلبا للعلم، بيقول لك انا عاوز الجامعة دي عشان فيها التخصص ده الى اخره. لكن هقول ان كل مجتمع وليه ما يحيط بيه وليه طريقته وليه خصوصيته، مش مختلفين على ده. فالوزارة بتقول لك علشان نقلل الاغتراب، وعشان ايسر عليك كطالب ويسر على ولي الامر وهو قاعد معاك ينصحك، فعاملين الفيديو ده علشان وانت بتسجل تبقى انت بتعمل التسجيل بتاعك مظبوط، علشان اتمام التحويل عبر الموقع بتاع التنسيق الالكتروني يحصل كل ده بكل يسر. احنا عايزين نستأذنكم نشوف مع بعض هذا الفيديو التوعوي، ونصيحتي اتفرجوا عليه كويس قوي قوي قوي، وفي كل الاحوال هتلاقوه بعد كده نازل على يوتيوب وعلى فيسبوك على الصفحة الرسمية والحساب الرسمي بتاعنا على اليوتيوب او الشانل الرسمية بتاعتنا على يوتيوب الخاصة بالقناة الاولى، تشوفوا مرة واتنين وانت بتقرر تختار رغباتك وتعرف انت بتعمل ايه ورايح في انهي كلية وانهي جامعة الى اخره. حالة تقليل الاغتراب تبدأ بعد اعلان نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية، حيث يسمح للطالب بالتحويل الى منطقته الجغرافية الف وتنقسم الى نوعين: التحويل الى كلية غير مناظرة بشرط حصول الطالب على الحد الادنى للكلية المطلوب التحويل لها، مثلا من هندسة أسيوط إلى علوم المنصورة. التحويل إلى كلية مناظرة بغض النظر عن الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل إليها في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات 10% ولمرة واحدة فقط، مثلا من هندسة أسيوط إلى هندسة المنصورة.
في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة يسمح للطالب بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية ألف. في حالة الكليات التي تقبل نظامي الانتظام أو الانتساب الموجه يكون التحويل لأي منهما طبقا لمجموع الدرجات. إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على التحويل وفقا لنظام الانتظام. إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويل وفقا لنظام الانتساب الموجه. وفي حالة ما إذا كان الطالب قد رشح لإحدى الكليات بنظام الانتساب الموجه خارج منطقته الجغرافية ألف ويرغب في تقليل الاغتراب المناظر، في هذه الحالة يتم تحويله وفقا لنظام الانتساب الموجه فقط وليس الانتظام حال الموافقة على تحويله.